والمايك كله يقفل الكاميرا والمايك، كله يقفل الكاميرا والمايك. خلاص شكرا. خدنا اسماء الاشاره، خدنا اثنين، هذا وهذه. هما اسماء الاشاره يا ولاد خمسه، خمسه من اسماء الاشاره. لا محدش يكتب ومحدش يتكلم وانا بتكلم، محدش يفتح المايك وانا بتكلم، محدش يفتح المايك من غير ما استئذان. لما اقول على اسمك افتح تبقى تفتح. خدنا اثنين، هذا وهذه. النهارده هناخد بقى الثالثه معانا، هؤلاء. اسم الاشاره الثالث معانا النهارده هؤلاء. هؤلاء هذا وهذه وهؤلاء. الضيف الجديد معانا هؤلاء. شفتوا كلمه هؤلاء بتتكتب ازاي؟ بصوا لها كويس عشان تكتبوها لوحدكم من غير ما تشوفوها. هاء واو علاء همزه لام الف همزه. هاء واو علاء همزه، الواو الاولانيه علاء همزه، الواو علاء همزه. واللام الف، اتفقنا ان الحرف ده اسمه لام الف، اللي هي لام جواها الف، لام جواها الف وهمزه على السطر. هؤلاء هؤلاء هؤلاء. يلا اكتبوها كده من غير ما تشوفوه، اكتبوها من غير ما تشوفوا. يلا كده اكتبوها في الورقه من غير ما تشوفوا، بس ما حدش يفتح الكاميرا. خلاص اكتبوا كلمه هؤلاء من غير ما تشوفوا. طيب شطوش. هؤلاء، هاء واو عليها همزه لم الف همزه على السطر. هاء واو عليها همزه لم الف همزه على السطر. خلاص يبقى اهي بتتكتب بالشكل ده يا ولاد. هؤلاء لازم نعرف نكتبهم من غير ما نشوفهم، نعرف نكتب اسماء الاشاره من غير ما نشوفهم. هؤلاء هؤلاء. طيب تعالوا احنا حد يفكرني كده يا ولاد، هذا اسم اشاره لايه؟ هذا اسم اشاره لايه؟ للولد. ما فيش حاجه اسمها للولد. هذا المذكر العاقل. المذكر العاقل. طب اقفلوا بقى كده. للمذكر العاقل الابيض. طب اقفلوا ولا نختار؟ حلا اقفلي حلا. خلاص كله يقفل. عمرو حسني، يلا يا عمرو قول لي هذا اسم اشاره لايه؟ هذا عمرو حسني قول لي اسم. نعم. هذا اسم اشاره لايه؟ هذا للمذكر العاقل، للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. للمفرد المذكر، هذا للمفرد المذكر. يلا يا ريناد قولي لي هذه الايه اسم اشاره لايه؟ هذه مفرد مؤنث مصطفى. مفرد مؤنث. المفرد المؤنث، برافو يا ريناد. ما حدش يتكلم في دور حد، ما حدش يتكلم في دور حد، وما حدش كل شويه يقعد يفتح المايك. جاوب يا حبيبي بس وانت قافل المايك. اللي عايز يجاوب او يتكلم يتكلم بس هو قافل المايك. يبقى هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث. هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث. طيب هؤلاء، استخدامات هؤلاء بقى. هؤلاء للجمع العاقل فقط. للجمع. هؤلاء للجمع العاقل فقط. مصطفى لو فتحت المايك تاني من غير اذن هطلعك من الحصه خالص، انت وجوناثان. انتوا الاثنين كل شويه تفتحوا المايك وتتكلموا وانا بتكلم، لو فتحتوا المايك اثناء ما انا بتكلم هطلعكم من الحصه خالص. في حد تاني لسه فاتح؟ هاجر. هاجر اقفلي المايك. هاجر هي مش سامعاني ولا ايه؟ هاجر اقفلي المايك يا حبيبتي. اقفلي اقفلي المايك وما عادش تفتحي تاني. محدش عاد يفتح المايك بدون اذن ابدا، سامعين؟ اللي هيفتح المايك بدون اذن ولا يتكلم وانا بتكلم هطلعه من الحصه خالص. هؤلاء للجمع العاقل، يبقى هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث. طب هؤلاء للجمع العاقل فقط. يعني ايه جمع عاقل فقط؟ هو في جمع غير عاقل؟ ايوه في جمع غير العاقل، والمرة اللي فاتت قلت لكم جمع العاقل استخدم له اسم الإشارة إيه؟ قول يا جوناثان اسم جمع غير العاقل استخدم له اسم إشارة إيه؟ هؤلاء. ليه يا حبيبة بتجاوبي؟ هو أنا قلت حبيبة تجاوب وكمان جاوبتي غلط؟
جوناثان قولي يا حبيبي، جمع غير العاقل استخدمه لاسم اشاره ايه؟ جمع غير العاقل، كان اقول كتب، اشجار، افلام. هو جوناثان ايه مش سامعني؟ جمع غير العاقل يا اولاد بستخدم هذه، هذه للجمع غير العاقل، وقلت لكم اوعوا تلخبطكم. الجمع لما الاقي كلمه جمع غير عاقل استخدم هذه، خلاص؟ لان ايه؟ لان الجمع العاقل هؤلاء، هؤلاء للجمع العاقل، يبقى عندي جمع عاقل وجمع غير عاقل. الجمع العاقل هؤلاء، والجمع الغير عاقل هذه. هؤلاء للجمع العاقل، وقلنا يعني عاقل اللي هم عندهم عقل اللي هو الانسان. كان اقول هؤلاء جنود، كلمة جنود جمع عاقل، استخدم هؤلاء. هؤلاء اطباء، اطباء جمع عاقل، استخدمت هؤلاء. هؤلاء اطباء. هؤلاء معلمون، هؤلاء معلمون مخلصون. هؤلاء اطباء مخلصون. هؤلاء معلمات مجتهدات. كلمة معلمات جمع عاقل بس جمع مؤنث. في نوعين من الجمع يا اولاد، جمع مذكر وجمع مؤنث، جمع مذكر وجمع مؤنث، خلاص؟ هؤلاء اطباء، هؤلاء طبيبات، هؤلاء اطباء، هؤلاء طبيبات. كلمة اطباء وطبيبات جمع عاقل، بس في جمع مذكر وجمع مؤنث، جمع مذكر وجمع مؤنث، خلاص يا اولاد؟ كأن أقول هؤلاء أولاد، هؤلاء بنات، هؤلاء أولاد نشيطون، هؤلاء بنات نشيطات. يا سلامات، هؤلاء أصحابي. ماشي يا مريم، شكرا. خلاص يا أولاد، هؤلاء أولاد مجتهدون، هؤلاء طلاب مجتهدون، هؤلاء تلاميذ مجتهدون. شفتوا طلاب وتلاميذ واولاد وبنات، كل ده عاقل، جمع عاقل، عاقل عاقل، استخدم له هؤلاء، خلاص. طيب هؤلاء طالبات، جمع عاقل مؤنث، هؤلاء طالبات، هؤلاء تلميذات، هؤلاء معلمات، هؤلاء طبيبات، هؤلاء مهندسات. نعم، نكتب الكلمه دي. هتكتبي هؤلاء، اكتبي هؤلاء من غير ما تشوفي. طيب تعالوا بقى نشوف هؤلاء للجمع. ماشي، اوكي، اقفل بقى المايك. هنا الجمع، قلنا الجمع ثلاثة او اكثر، الجمع ثلاثة او اكثر من ثلاثة. يبقى جمع هؤلاء للجمع العاقل هم اولاد وبنات، للجمع المذكر والمؤنث، للجمع العاقل المذكر والمؤنث، للجمع العاقل المذكر والمؤنث. هؤلاء بنات، شايفين الصورة دي؟ بنات، لقيت عندي ثلاثة هم، يبقى بنات كلمة جمع أخد لها هؤلاء. أولاد كلمة جمع أخد لها هؤلاء، هؤلاء أولاد مهذبون، هؤلاء بنات مهذبات، هؤلاء بنات مهذبات، هؤلاء أولاد مهذبون، خلاص. يبقى جمع العاقل هؤلاء عاقل، الصورة دي عاقل والصورة دي عاقل، أخد لها هؤلاء على طول. طيب تعالوا نشوف الصورة دي كمان، هؤلاء تلاميذ، شايفين؟ طلابهم، هؤلاء تلاميذ، خدت هؤلاء عشان دي جمع عاقل. هؤلاء جنود، هؤلاء جنود شجعان، هؤلاء جنود شجعان. لما أحط لك مثلا صورة جنود وأقول لك حط جملة على الصورة، تقول لي هؤلاء جنود شجعان، هؤلاء جنود شجعان. هقول تاني واعيد تاني كتير، ركز بس وانت هتفهم. طيب الصورة التالتة معانا، اطباء جمع طبيب ايه؟ اطباء جمع طبيب، اطباء، اقول هؤلاء اطباء مخلصون، هؤلاء اطباء مخلصون. طب جمع طبيبة، طبيبات، جمع طبيبة، طبيبات. هؤلاء اطباء، هؤلاء جنود، هؤلاء تلاميذ، خلاص يا اولاد؟ طيب الصورة اللي معانا هنا، هؤلاء فلاحون، كلمة فلاحون كلمة جمع عاقل، خدت هؤلاء. افكر الاول، الكلمة جمع ولا مفرد؟ لقيتها جمع. طيب عاقل ولا غير عاقل؟ لقيتها عاقل، يبقى تاخد هؤلاء على طول. هنا هؤلاء فلاحات، كلمة فلاحات جمع ولا مفرد؟ لقيتها جمع.
عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. جمع العاقل تأخذ هؤلاء، جمع العاقل تأخذ هؤلاء، هؤلاء فلاحون، هؤلاء فلاحات. طب ايه الفرق؟ ان كلمة فلاحون دي جمع مذكر، اما كلمة فلاحات جمع مؤنث. طب ايه الفرق كمان؟ ان الالف والتاء دي الالف والتاء دي للمؤنث. كان اقول هؤلاء معلمات، هؤلاء طبيبات، هؤلاء تلميذات، هؤلاء طالبات، هؤلاء مهندسات. الالف والتاء جمع مؤنث. طب الواو والنون جمع مذكر، خلاص. طيب هؤلاء اصدقاء، كلمة اصدقاء، هؤلاء اصدقاء، افكر كلمة اصدقاء جمع ولا مفرد؟ جمع. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. ايه الجمع العاقل؟ هؤلاء للجمع العاقل، هؤلاء للجمع العاقل. احفظوها كده يا ولاد عشان تفتكروها. هؤلاء للجمع العاقل، هؤلاء للجمع العاقل، هذه للجمع غير العاقل، هذه للجمع غير العاقل، هؤلاء للجمع العاقل، هذه للجمع غير العاقل. هؤلاء وهذه الاثنين هتتلخبطوا في هؤلاء وهذه. هؤلاء للعاقل، هذه للغير العاقل. اكتب الكلمة اللي على الساسة. لا ما تكتبش حاجة. هؤلاء صديقات، هؤلاء أصدقاء جمع مذكر، هؤلاء صديقات جمع مؤنث. طيب عايز بقى حد يرفع ايده كده عشان هنادي، واللي هنادي على اسمه هيفتح المايك ويستخدمني جملة باستخدام اسم إشارة. حط لي اسم الإشارة في جملة مفيدة. يلا حبيبة محمود، يلا يا حبيبة حط لي اسم الإشارة هذا في جملة مفيدة. حبيبة حبيبة. نعم يا تيتشر. يلا يا حبيبة تحطي هذا في جملة مفيدة. هذه. هذا هذا، حطي اسم إشارة هذا في جملة مفيدة. هذا إيه يا حبيبة؟ هذا ولد. هذا ولد نشيط، برافو عليكي، هذا ولد نشيط. إريني، إريني عماد، يلا إريني، حطي لي هذه في جملة مفيدة. إريني إريني عماد، يلا يا حبيبتي قولي هذه في جملة مفيدة. خديجة اقفلي المايك. خديجة اقفلي، اقفلي المايك. جونير يلا يا حبيبتي حطي لي هذه في جملة مفيدة. جونير في كريمفا. انا مريم عادل. لا يا مريم، لا يا مريم انا عارفه ان انت رافعه ايدك، طالما ما طلبتش منك ما تفتحيش. يلا دي بنت مهذبه، برافو عليكي، هذه بنت مهذبه، برافو. يامن يلا يا يامن حطي لي هؤلاء في جمله مفيده. جونير. طيب يا جونير انا عامله ايه؟ جونير 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 انا عايزه اقول بعدين. كله يقفل، كله يقفل، كله يقفل. هؤلاء فلاحون، برافو يا يامن. طب اقفل يا مصطفى لو سمحت، انتوا مفيش اي نظام بصراحة. مايا يلا يا مايا حطي لي هؤلاء في جملة مفيدة. هؤلاء اصدقاء يلعبون، هؤلاء الاصدقاء يلعبون، هؤلاء الاصدقاء يلعبون. طب شكرا يا جونير، شكرا. اقفل المايك بقى. ادم احمد يلا يا ادم حطي لي هذه في جمله مفيده. هذه اي حاجه حطي لي هذه في جمله مفيده، اي حاجه تيجي في دماغك. هذه بنت مجتهده، هذه بنت مجتهده، برافو عليكي يا ادم. لين يلا يا لين حطي لي هذا في جمله مفيده. هذا طفل يلعب بالكرة، هذا طفل يلعب بالكرة، برافو يا لين. يلا يا أسيل حطي لي هؤلاء في جملة مفيدة. هؤلاء للجمع، أولاد أخوتي الصغار. ماشي أوكي أسيل. مازن يلا يا مازن حطي لي هؤلاء في جملة مفيدة. يلا يا حبيبي حطي لي هؤلاء في جملة مفيدة. هؤلاء
هؤلاء جنود شجعان. برافو يا مازن شطور. سارة يلا يا سارة حطي لي هؤلاء في جملة مفيدة. أنا ما قلتش. هؤلاء طبيبات. هؤلاء طبيبات، برافو عليك يا سارة. زين يلا يا زين حطي لي هذه في جملة مفيدة. هذه طائرة محلقة. هذه طائرة محلقة، برافو عليك شطورة. محلقة، هذه طائرة محلقة. اختار اسم بقى من اللي تحت شوية. احمد، احمد عمرو، يلا يا احمد حط لي هذا في جملة مفيدة. هذا حيوان أليف. هذا حيوان أليف، برافو يا احمد شطور. هذا حيوان أليف، يلا يا هولي حطي لي هذه في جملة مفيدة. هذه بنت مهذبة. هذه بنت مهذبة، شطار. خلاص يا اولاد دي الجمل، نحط اسم اشارة في الجمل باستخدام ايه؟ يعني اي حاجة قدامنا احنا بنشير عليها. هذه بنت، هذا ولد، هذا كتاب، هذه قصة، هذا قلم، هذا حاسوب. هذه اختي. هذه اختي، بس على حسب المذكر. هذه سيارات. اوكي المذكر اخد له هذا، والمؤنث احط له هذه، والجمع احط له هؤلاء، الجمع العاقل احط له هؤلاء. رودينا قولي لي يا رودينا احطي لي هؤلاء في جملة مفيدة. رودينا هؤلاء بنات جميل. هؤلاء بنات جميلات، ماشي يا رودينا برافو عليك. طيب بصوا معايا بقى في التدريب اللي معايا ده، هختار برضو بالاسم وهتحطوا لي اسم اشاره مناسب على كل صوره. جولي يلا يا جولي الصوره الاولى استخدم اسم اشاره مناسب. هذه نحله. هذه نحله او هذه نحله مفيده. جوفاني يلا يا جوفاني الصورة الثانية استخدم اسم إشارة مناسب. هذا كلب. هذا كلب، برافو يا جوفاني. مريم، مريم مدحت يلا يا مريم استخدم اسم إشارة مناسب. يا تيتشر ثواني بقى كده ثواني. انا قلت مريم مدحت، افتحي يا مريم المايك وتكلمي، حط اسم اشاره على الصوره اللي قدامك. هذه بنت. انا قلت مريم مدحت، انتوا مين اللي بتكلموا؟ انتوا داخلين كلكم كده مع بعض حبيبه، ليه بتتكلمي؟ فوزي يلا يا فوزي. فوزي يلا يا فوزي استخدم اسم إشارة مناسب للصورة. هذه نحلة. لا يا فوزي شفت الصورة اللي أنا بشاور عليها، الصورة الأخيرة في السطر الأول. هذا ولد. ده ولد، ده رجل. هذا رجل، هذا رجل طيب. أحمد اقفل اقفل اقفله. عبد الرحمن، عبد الرحمن احمد يلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن مش دور. عبد الرحمن احمد يلا يا عبد الرحمن قول يا حبيبي، حط اسم اشاره مناسب على الصوره اللي انا بشاور عليها. عبد الرحمن، عبد الرحمن مش عايز يفتح. يلا يا طلال حط لي اسم اشاره مناسب يا طلال. دوري. انت عبد الرحمن. هؤلاء اولاد برافو يا طلال. سعيد. هؤلاء اولاد سعيدون. ماشي يا طلال شكرا. اللي كان بيتكلم عبد الرحمن، انت فتحت عبد الرحمن؟ طيب يحيى يلا يا يحيى، يحيى
وحط اسم إشارة على الصورة اللي قدامك يا يحيى. اوكي. انهي إشارة يعني؟ اسم إشارة هذا ولا هذه ولا هؤلاء؟ وهذا دايما على جنب. يلا يا يحيى بسرعة. هؤلاء فتيات. برافو عليك يا يحيى، هؤلاء فتيات. برافو. اقفل بقى. شكرا شكرا. لافانيا، يلا يا لافانيا حط لي اسم اشاره مناسب على الصوره دي يا لافانيا. لافانيا يا ولاد افتحوا واتكلموا، ما حدش اقعد انادي انادي. يلا يا حبيبتي قولي قولي. يلا هذه كتب. برافو عليكي، هذه كتب. استخدمت اسم اشاره هذه مع الجمع غير العاقل، عشان كتب جمع غير عاقل استاخد له ايه؟ هذه. هذه كتب. يلا بسرعه. جوري، يلا يا جوري. جوري هاجر اقفلي يا حبيبتي. استخدم اسم اشاره ايه هنا في الصوره دي؟ نعم تيتشر. قولي يا حبيبتي استخدم اسم اشاره مناسب للصوره اللي انا بشاور عليها دي. هذا سازا، هذا سازا، سازا شجرة. كلمة شجرة مذكر ولا مؤنث؟ كلمة شجرة، شجرة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. طب مؤنث ليه خدت هذا؟ هذا غلط، هذا غلط. كراس، قولي يا كراس. ايه خلاص كراس؟ عايز اقول. يلا يا كراس قول، حط اسم اشارة مناسب. بتول، يلا يا بتول قول يا حبيبتي. قول يا بتول حط اسم اشارة مناسب على الصورة دي. مش شايفاها يا تيتشر. ازاي مش شايفاها؟ هذه يا كفا، هذه أقلام، هذه أقلام. أنت جاي على آخر صورة؟ هذا قلم، هذا قلم. أنا عايزة الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي أنتوا شايفينها اللي أنا بشاور عليها. هذه شجرة، هذا شجرة. هذه شجرة، ما ينفعش هذا شجرة. تيتشر أنا قلت هذه هو الرد بعدين. أيوه، سمعتك يا بتول شطورة، برافو عليكي. محمد عطية، يلا يا محمد. احط ايه هنا للصوره دي؟ محمد. هذه هذه ايه؟ هذه ايه؟ اقفل. شكرا شكرا. اقفل. هذه اشجار يا ولاد، عشان كلمه اشجار جمع جمع غير عاقل. احمد وليد، احمد قلم. ازاي هذه قلم؟ هذا قلم. طب والصورة الثانية الأخيرة؟ هذه أقلام، هذه أقلام، هذه الجمع غير العاقل. اقفل بقى. شكرا. اقفل الواجب يا حبايبي، أنا الحصة خلصت. الواجب بتاعكم في كله يقفل المايك خلاص. شكرا. الواجب في المذكرة اللي هي 16 ورقة صفحة رقم 5، الواجب في المذكرة صفحة رقم 5 هتلاقوه على اللغة العربية دلوقتي، أنا هكتبه هتلاقوه على صفحة اللغة العربية. لا أنا معيش المذكرة. ليه مش معاكي المذكرة ليه؟ أنا مش بعتها وقلت صوروها عشان تعملوا الواجبات. لا ما حدش يقول مش معايا. أنا بعت المذكرة وبعت الشيت وبعت الوحدة الأولى من الكتاب. صفحة رقم كام؟ صفحة رقم كام؟ صفحة رقم 5. صفحة رقم كام يا أبلة؟ صفحة رقم 5. أنا معايا المذكرة. صفحة رقم 5. مزعجين اول النهاردة على فكرة. احنا عارفين على ايه بس الواجب بس في المذكرة صفحة رقم 5 فيها اسماء الاشارة، وبكرة تاني هناخد اسماء الاشارة دي. بكرة هناخد اسماء الاشارة تاني. يلا الحصة خلصت. باي 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 حلوين. باي 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 باي
الجنان.